السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح أحكي عن اضطراب الشخصية الثاني اللي تابع للمجموعة بي، وهو اضطراب الشخصية الحدية Borderline Personality Disorder. طبعا اضطراب الشخصية الحدية موجود عند النساء بنسبة أكثر مما موجود عند الرجال بثلاث مرات أو ثلاث أضعاف، يعني مقابل كل ثلاث نساء عندهم اضطراب شخصية الحدية يوجد رجل واحد عنده اضطراب شخصية حدية. بالنسبة اضطراب الشخصية الحدية يكون هو أهم صفة أو الحجر الأساسي بصفاته أنه هو شخصية غير مستقرة. يعني شنو غير مستقرة؟ غير مستقرة في اندفاعيته، شخص اندفاعي سريع الغضب، في علاقاته الاجتماعية، في نظرته الشخص هو كهوية، الصورة الذاتية مالته، في غير مستقر في الغضب مالته، غير مستقر في مشاعره وأحاسيسه، عدم الاستقرارية بعلاقاته مع الآخرين، بحيث أنه هو تلقى هذا الشخص أو هذه الامرأة ممكن تدخل بعلاقات متعددة، كانت تكون علاقة ويا شخص ومن ثم تركه وتكون علاقة بشخص آخر وهكذا، وما عندها يعني علاقات متزنة مع الآخرين. زين، أولا هن تسع سمات، هاي التسع سمات إذا توفرت خمسة منها على الأقل هذا الشخصية يعتبر شخصية حدية أو حدية المشاعر. شنو هاي السمات؟ أول سمة أو أول صفة يكون يبذل جهود كبيرة أو جهود جبارة من أجل التجنب وهجران حقيقي أو خيالي. هو دائما هذا الشخص غير مستقر ويحس إنه الآخرين راح يهجروه، كأن هي زوجة تحس إنه زوجها راح يطلقها ويهجرها أو راح يتركها، ممكن إنه بنت تحس إنه أمها راح تتخلى عنها، فتبدي إنه يصير يتمسك بالشخص اللي هو يعني اللي عند علاقة وياه. ولكن هاي التمسك ايضا يعني يكون غريب، ممكن انه هو نتيجة كثرة خوفه لهذا الشخص يهجره يقوم هو يعوفه. هو سمة ثانية علاقاته الاجتماعية غير مستقرة، يعني صادق ويتقرب من الشخص وبعدين وراها ويقدسه يعني يعظمه ويجعله في الشيء بالنسبة له هو مهم، يسوي له يسموها الايديالايزيشن ويحس يشوفه انه هو المثالي، وبعدين فجأة يميل ويضوج ويترك هذا الشخص ويلعنه ويلعن اليوم اللي عرفه به، وبعدين وراها يبدي ينكل بهذا الشخص يكرهه ويسوي له الدينايجريشن، يعني معناها التنكيل او الاهانة. ويعني هو قبل يعني هو يكون يسموها سبليتنج اللي هو التقسيم الناس، او انه هذول جيدين ذولا سيئين، وهذا الشخص ممكن انه هو يقول عليه جيد ويصادقه وكذا، وبعدين في نقطة ما رأسا يقول هذا سيء ويعوفه هيج. ثلاثة، اضطراب بالهوية او الصورة الذاتية او احساسه بنفسه او حتى هويته الجندرية، وهاي قلتها. اربعة، الاندفاعية في سلوكياته. هاي الاندفاعية هاي تؤدي سلوكيات تدمير تؤدي لتدمير الذات، يعني مثلا مثل ايش؟ اسراف بالنفقة، يعني عنده فلوس ويذب هو يتلاف مثل ما نقول، التهور بالسياقة، ممكن انه هذا يسوي له مشاكل مع القانون بالشارع، او يعني هو يمكن حتى يفقد حياته بان يدخل بحادث بسبب تهوره بالسياقة، علاقات جنسية غير رسمية وغير شرعية ومتعددة، فايضا تؤدي ممكن انه يصيب بفد مرض جنسي او اي شيء، او انه يعني يدخل مشاكل، ادمان مخدرات او ادمان الكحوليات او ادمان يعني حتى ابسط شيء التدخين، بس لكن باسراف اكثر من اللازم، يعني نتيجة الاندفاعية اللي عنده. الاكل وباسراف، يعني اضطرابات الاكل وخاصة انه ياكل هواي. زين، هاي كلها اندفاعية في السلوكيات التي تؤدي الى تدمير الذات. خمسة، سلوكيات انتحارية أو إيماءات انتحارية، يعني هي البنية. طبعا ليش دا أقول إنه بنية؟ لأن احنا قلنا هو هاي الاضطراب الشخصية يكون أكثر عند النساء بنسبة ثلاث مرات أكثر من الرجال،
فهاي البنيه دائما تلزم مثلا السكينه وتقول لهم لاهلها راح انتحر، راح ما ادري شنو من هالحكي، تهدد زوجها انه هي راح تقتل نفسها، تسوي ايماءات انتحاريه. يعني شنو ايماءات انتحاريه؟ كان مثلا تجيب نفط وتذب على روحها وتلزم الجداحه وتقول راح احرق نفسي من هالحكي هذا. يعني خطر انه تجذب الانتباه لمشكلتها، اذا يعني هي تعتبر عند نفسها عندها مشكله، يعني اصلا هي ما مستقره وتكبر المسائل اكثر من اللازم، او انه الغرض انه تاثر على الاخرين وتخليهم انه يستجيبون لمطالبها، او حتى لا يهجروها، هي تعتقد انه هذا الشخص المقابل راح يهجرها، فهي حتى تجذب عطفه الها وتخلي انه تقول له مثلا انا يعني اذا تعرفني راح انتحر من الحكي وهاي الحركات يعني. او انه مو يسوي الا ايماءات اذا يعني انتحاريه، ممكن انه يؤذي نفسه. احنا نلقى دا يعني اغلب الاحيان ودا او مرات يعني حتى اقدر اقول دائما المريض يعني على قولتهم هاي احنا نقول بالعاميه يضرب موس، نلقاه مجرح نفسه، البنيه تقرص ايدها وتسوي يعني حتى تترك اثار على جسدها. 6 عواطفه ومشاعره غير مستقره، يعني ما بين غضب، ما بين حزن، ما بين انفعال، يتبدل بين ساعة وساعة أو يتبدل بين يوم ويوم. 7 الشعور بالفراغ والملل، هاي دائما هو هيك يوصف مشاعره. يعني احنا نقول له انت شو تحس؟ احس ضايج، مالي خلق، احس ملل، احس الضجر، هيك يقول. يعني حتى هو ما يقول يعني مو تحسه انه حزين حزن يعني حزن، لا يقول احس مشاعر فارغة، مشاعري فارغة، أحس ملل، ضجر. 8 الغضب أو نوبات غضب، وما يقدر من يصير عنده نوبة غضب ما يقدر يسيطر على غضبه وردود أفعاله. 9 وهاي آخر شيء، تحت الضغوط النفسية. طبعا هاي الحياة نمر بها كلنا ضغوط نفسية عادي، تحت الضغوط النفسية هاي الشخصية لأن غير مستقرة وسبب السمات اللي ذكرتها كلها ممكن يدخل في نوبات ذهانية أو أن يعاني من أعراض تفككية. الأعراض التفككية شنو هي؟ ما يحس إنه هو غير حقيقي، أو يحس إنه الحياة اللي داير ما يدورها مو حقيقية، ويحس كأنه ما هو عايش عبالك يعني وهم أو بحلم، أو كأنه ما هو روبوت أو الآخرين داير ما يدورها روبوتات. فشي هو يحسه هذا الشيء، هو يعني بحيث نتيجة الشعور اللي داخله مال الضجر يحس هاي الأشياء الدائرة ما يدورها مو حقيقية، هو مو حقيقي كأنه ما عايش بحلم. زين، هاي لحد الآن هاي السمات. هنا 9، 5 من هذا توفرا على الأقل لازم، فنقول هذا الشخصية هو شخصية حدية. طبعا أيضا عنده يصف بعض الصفات الأخرى اللي هو أنه قلة بالتقدير الذاتي لنفسه، دائما يحس نفسه اقل من الاخرين ويشعر بالدونيه، ما يقدر يكون علاقات ثابته ورزينه ومستقره. طبعا الاسباب هي اهم شيء، هي الاسباب الوراثيه. يعني تلقى دائما او مو دائما، خلينا نقول حتى نكون منصفين، بس احنا هذا السؤال هو دائما نساله لكل مراجعينه لهم او لاهلهم، يا بعدكم وراثه بالبيت، عندكم احد بالعائله من قرايب اهله، من امه او من قرايب اهل ابوه داخل سجن، منتحر، يتعاطى الكحول. أسباب وراثية كلش مهمة بالأمراض النفسية والاضطرابات النفسية. أسباب بيئية، البيئية طبعا أنا بدي أركز عليها كلش. تنشئة الإنسان كلش مهمة في تكوين شخص مضطرب شخصية وسلوك، وخاصة الشخصية الحدية. يعني غالبا ما راح أقول دائما، بس نقول غالبا إن الشخصية الحدية من نرجع بيها للطفولة نلقى انه كان معتدى عليه جنسيا او جسديا، او تم اساءة المعاملة له اثناء طفولته من اي نوع من انواع الاساءة، ابسطها الاهمال. اسباب بيولوجية، طبعا اسباب بيولوجية يعني احنا نلقى انه هو هذا الشخص اللي عنده اضطراب شخصية الحدية يعاني من امراض واضطرابات نفسية اخرى نتيجة لانه عنده خلل بالنواقل العصبية اللي بدماغه، النيورو ترانسميترز اللي هي السيروتونين والدوبامين، وهذه أشياء هاي بيولوجي يعني شغلات في تراكيب الدماغ. نسبته بالمجتمع يقول لك انه اكو 2-3% من المجتمع هم عندهم هذا الاضطراب. النساء قلنا اكثر بنسبة 3 مرات من الرجال. والمآل، المآل يعني هسه اذا شخصنا واحد مراهق او بدا يعني فترة بلوغة عمره 20 سنة او 19 سنة واهله جابوه، للأسف 1 من بين كل 10 من عندهم راح وحدة من محاولات الانتحار تنجح وينتهي حياته بالموت.
10% منهم ينجحون بالانتحار، ورغم انهم ممكن هم ما قاصدين انهم يقتلون نفسهم، لكن المحاولة تنجح. طبعا العلاج هاي المشكلة مال اضطراب الشخصية الحدية كل صعب، لانه هو شخص متذبذب بعلاقاته وغير مستقر، وهو ممكن يعني انه يروح ويا المعالج او تروح البنية ويا المعالجة او المعالج، وتبدي تاخذ الجلسات وشوف شوف المعالج على انه هو شخص عظيم وهذا، وبعدين فجأة هناك وقلبت عليه وقامت تكرهه وقامت تعتقر يعني تعتبره شخص حقير مثلا. لكن المآل يعني ماذا سيحدث بعد ذلك؟ افضل عندما يكون الشخص اللي عنده اضطراب شخصية حدية عنده اي كيو عالي، يعني ذكي، لما يكون تعليمه جيد، مو مثل اللي تعليمه بسيط او تعليمه ما متعلم، انه ما عنده مشاكل ويا القانون ابد، مداخل المشاكل ويا القانون، ما عنده مشاكل مع الادمان، ما عنده اي مو غير مدمن، ما عنده اساءة معاملة اثناء الطفولة، هاي تحسن المآل. احنا يعني اذا شخص عنده هاي صفات يعني نقول هذا مآله احسن. طبعا هو العلاج اول الدوائي حسب الحالة المزاجية اللي هو يعاني منها، نعطيه مضادات اكتئاب او مثبتات يعني المعدلات، يعني شلون نقول معدلات المزاج، المود ستابلايزرز، حسب الاعراض اللي عند النفسية اللي نشوفها احنا نعطيه ادوية على مودها. بس الحجر الاساس هو العلاج النفسي السايكوثيرابي، وقلنا هذا شوية يحتاج يعني يسموه العلاج الجدلي DBT Dialectical Behavioral Therapy. طبعا جلسات ونرجع للطفولة وشوي ونبدي يعني نكون ويا المريض، لازم نسوي علاقة جيدة حتى نكسب ثقته، حتى يحكي لنا هو عن المعاناة اللي عاناها أثناء الطفولة، خاصة إذا كان هناك اعتداء جنسي أو شيء من هذا القبيل. Thank you.